واحد بيقول قرأت في كتاب ان وضع الانسان في السماء يتوقف على نقاوة قلبه واعماله وليس اذا كان بتول ام متزوج. الكلام ده صح لغاية دلوقتي صح. بعدين بيقول ولكن عندما ظهر الملك قسطنطين للانبا بيشوي قال له ان الرهبان في السماء مثل الطيور الاخر. البتولية كانت قبل الرهبنة، ملهاش دعوة لا بقسطنطين الملك ولا غير قسطنطين الملك. البتولية كانت قبل الرهبنة. بولس الرسول كان بتولا، ويوحنا الحبيب كان بتولا، ويوحنا المعمدان كان بتولا، بل ان البتولية كانت موجودة حتى في العهد القديم. فإيليا النبي كان بتولا، وكثير من الأنبياء العهد القديم كانوا بتوليين. ولما بولس الرسول قال إن الذي يتزوج يفعل حسنا والذي لا يتزوج يفعل أحسن، يقصد الذي لا يتزوج لأنه يريد أن يتفرغ لخدمة ربنا، عشان كده قال غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فالإنسان اللي عايز يدي حياته كلها لربنا وطول الوقت يخدم ربنا ما يحبش انه يعطل نفسه بمسؤوليات بيت وزوجة واولاد وحاجات زي كده، فيعطي كل الوقت وكل الاهتمام لربنا كبتول، مش ان البتولية احسن في غير هذا السبب، لا هو ده السبب. ومع ذلك جميع الرهبان البتوليين لما يتنيحوا يذهبوا الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، وكل دول كانوا متجوزين. واحنا بنمجد الاباء دول وهم كانوا متجوزين. والمسيح على جبل التجلي كان حوله ايليا البتول وموسى اللي كان متزوج. فيعني ما تاخدهاش لقسطنطين ولا غير قسطنطين، كل المسائل دي يعني من ناحيه التاريخ مش مظبوطه. اللي مظبوط ان موجوده بتوليه من قبل ما يتولد قسطنطين وقبل ما قسطنطين يبقى ملك.